برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في مزارع أسماك مشتهر الحديثة تنتج 120 طن بلطي سنويا بالنظم شبه المكثفة، وتضم 8 أحواض مائية، والتكلفة لا تتجاوز 3 ملايين جنيه. حقق طموحاتك يا دكتور؟ طبعا حقق طموحاتي على مستوى الكلية، لكن أنا طموحاتي على مستوى الجمهورية. وحصريا هذا المزارع البسيط جدا أنشأ مزرعة ألبان من الصفر، واليوم يورد ألبانه لكبرى شركات التصنيع من قلب بني سويف. وانتظروا يوسف مختار يربي أبقاره الشهيرة على البطاطا والجزر والموسيقى، وينتج 30 صنفا من القطعيات العالمية والمصنعات الفائقة الجودة. طاعة العمياء إيه؟ ما عرفش إزاي الطاعة دي؟ لا ده من العشرة بقى، هم بالنسبة لهم أنا تقريبا كبيرهم بقى. وفي المنوفية ينتجون القلقاس الحيوي العجيب، أوراقه ضخمة بصورة مذهلة، وإنتاجية الفدان لن تقل عن 30 طن. ولأول مرة محمد مصطفى الكوكاني ينتج 600 طن زيوت مصرية شهريا للسيارات والمحركات وآلات المصانع. وتشاهدون هؤلاء الجدعان الثلاثة صمموا أشهر تطبيق إلكتروني مصري لمساندة وإرشاد صغار المزارعين. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدث روحك، يلا لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، الجدعان. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.